السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي طلاب الصف الأول لإعدادي. اليوم درسنا الفعل المبني للمعلوم والفعل المبني للمجهول. ما هو الفعل المبني للمعلوم؟ تعالوا بنا لنتعرف عليه. عندما أقول شرب الطفل اللبن، شرب الطفل اللبن، مما تألفت هذه الجملة الفعلية؟ تألفت من فعل وفاعل ومفعول به، صحيح. إذن الفاعل هل كان موجودا في الجملة؟ نعم موجود. إذا كان الفاعل موجودا في الجملة نسمي الفعل مبنيا للمعلوم، لأنه علم فاعله، علم فاعله. أما لو قلت شرب اللبن، طب من شرب اللبن؟ لا نعرف. من شرب اللبن؟ لا نعرف. كسر الزجاج، من كسر الزجاج؟ لا نعرف. لم يذكر الفاعل في الجملة. عندما لا يذكر الفاعل في الجملة فنسمي الفعل مبنيا للمجهول. لماذا؟ لأنه قد جهل فاعله، جهل فاعله. الآن كيفية بناء الفعل للمجهول؟ يبنى سواء كان الفعل الماضي أو المضارع للمجهول، كيف نبنيه في الجملة؟ نحذف الفاعل، نحذف من؟ الفاعل، ونخفيه. شرب، شرب، أين الفاعل؟ أخفي الفاعل. ويحل المفعول به مكان الفاعل، وأيضا يأخذ علامته ويأخذ حالته الإعرابية وهي الرفع، فيصبح المفعول به عندما حل مكان الفاعل يصبح من؟ نائب الفاعل، هو نائب عنه. لماذا؟ لأنه حل مكانه. إذن تغيب الفاعل فجاء المفعول به وجلس مكانه، فأصبح يدعى نائب الفاعل وهو مرفوع، النائب الفاعل وهو مرفوع. في الجملة الأولى قلنا شرب الطفل اللبن، لأن حتى نبنيها حذفنا الطفل، صحيح، ووضعنا كلمة اللبن وهي المفعول به مكان الفاعل، فأصبحت نائب فاعل مرفوع، أصبح نائب فاعل مرفوع. الآن ما هي الكيفية التي نبني فيها الفعل الماضي للمجهول؟ لدينا عدة قواعد لابد من معرفتها. كيف يبنى الفعل الماضي للمجهول؟ أولا، إذا كان الفعل الماضي ثلاثيا أو رباعيا صحيحا، ما معنى صحيح؟ لا يوجد فيه حرف علة. أكل، أكل، أخرج، أخرج. كيف بنيناه للمجهول؟ بضم أوله وكسر ما قبل آخره. أكل، أكل، أخرج، أخرج، بضم أوله وكسر ما قبل آخره. إذا كان الماضي ثلاثي أو رباعي صحيح، نضم أوله ونكسر ما قبل آخره. ثانيا، إذا كان الثلاثي مضاعفا، مد، شد، نضم أوله، مد، شد، عد، وهكذا، نضم أوله فقط. إذا كان مضاعف نضم أوله، مد، وشد، وعد، وإلى آخره. ثالثا، إذا كان ثلاثيا معتل الوسط بالألف، قال، قيل، باع، بيع، كيف بنيناه؟ حولنا، كسرنا أوله، نعم، قيل بيع، وحولنا الألف إلى ياء، وقلبت الألف ياء، يكسر أوله وتقلب ألفه ياء. قال، قيل، باع، بيع، ساد، سيد، صام، صيم، جال، جيل، وهكذا، يكسر أوله وتقلب ألفه ياء. الآن إذا كان الفعل رباعيا قبل آخره ألف، مثل أعاد، رباعي، قبل آخره ماذا؟ ألف. أعيد، أعيد، ضم أوله وماذا؟ وقلبت ألفه ياء. أجاد، أجيد، يضم أوله وتقلب ألفه ياء. أعاد، أعيد، أجاد، أجيد، يضم أوله وتقلب ألفه ياء. خامسا، إذا كان الفعل رباعيا على وزن فاعل، مثل قاتل، قوتل، حاضر، حوضر، ساهم، سوهم، ماذا نفعل؟ نضم أوله ونقلب الألف واوا وتقلب ألفه واوا. إذن قوتل، حوضر، ضم أوله، قلبت الألف واو، وماذا؟ كسر ما قبل الآخر، وكسر ما قبل الآخر. قاتل، قوتل، حاضر، حوضر. الآن يضم أوله إذن وتقلب ألفه واوا ويكسر ما قبل الآخر. سادسا، إن كان الفعل خماسيا يبدأ بتاء زائدة، تقدم تصبح تقدم، تقدم، ضممت الأول والثاني وكسرت ما قبل الآخر. تنكر، 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 ضم الأول والثاني وكسر ما قبل الآخر، يضم أوله وثانيه ويكسر ما قبل الآخر. إذا كان الفعل خماسي أو سداسي يبدأ بألف وصل، احترق تصبح احترق، احترق،
يضم الأول والثالث ويكسر ما قبل الآخر. استخدم ثلاثي تصبح استخدم استخدم، يضم الأول والثالث ويكسر ما قبل الآخر. ثامنا، إذا كان الفعل خماسيا أو سداسيا قبل آخره ألف مثل استعار، هذا سداسي استعار، استعير استعير، يضم الأول والثالث ويكسر ما قبل الآخر في حالة السداسي. ملاحظة، في حالة الخماسي لا ينطبق كسر ما قبل الآخر. مثلا لو قلت اختار اختير، ضممت الأول اختير، لم أستطع أن أضم الثاني الثالث عفوا اختير، لكن تقلب ألفه ماذا؟ ياء، تقلب ألفه ياء. إذا كان خماسي أو سداسي قبل آخره ألف ماذا؟ يضم أوله وثالثه يكسر ما قبل الآخر في حالة السداسي. هذا صحيح في حالة السداسي، لا ينطبق ذلك على الخماسي بشأن كسر ما قبل أو ضم ضم ثالثه. فاختار خماسي اختير، ضممت الأول ولم أضم الثالث، اختير اختير. الآن يأتيني الكثير من الأسئلة من الطلبة الذين تعاملت معهم، أنا لا أستطيع أن أحفظ القاعدة في الحقيقة، ولا أنا أستطيع أن أحفظ القاعدة بهذه التفاصيل. طب ماذا أفعل؟ أحفظ الأمثلة. إذا كنت قادرا على حفظ المثال واستنباط القاعدة من المثال فهذا أمر رائع وهذا أمر جيد، ويهون علي كثيرا الدروس ويهون علي الحفظ والحل. إذن لابد من حفظ أمثلة كثيرة، عندما أحفظ هذه الأمثلة وأضبطها بشكل جيد سأستطيع أن أصل إلى القاعدة من خلال المثال. تعالوا لنرى هذا التدريب. ابني الجمل التالية للمجهول. كرم المعلم المتفوقين. كرم فعل ستصبح كرم، كرم المتفوقون. كرم بني للمجهول، المتفوقون أصبحت نائب فاعل مرفوع. قاد البطل الجيش، ماذا فعلت؟ قيد الجيش، قيد الجيش. اكتشف العلماء الآثار، اكتشفت، اكتشفت الآثار. أعرب، كرم المتفوقون. كرم فعل ماض مبني للمجهول، فعل ماض مبني للمجهول، مبني على الفتحة الظاهرة. إذن هو فعل ماضي مبني للمجهول مبني على الفتحة. المتفوقون نائب فاعل مرفوع وعلامة رفع الواو لأنه جمع مذكر سالم. نائب الفاعل دائما مرفوع، نعم دائما مرفوع، وسأتي على ذكره في نهاية الدرس إن شاء الله. طيب هناك نقطة أريد الإشارة إليها، أنني دائما عندما أرى ضمة في بداية الفعل يجب أن أشك بأن هذا الفعل مبني للمجهول، ثم المعنى يؤكد لي هذا، يجب أن أشك أن هذا الفعل قد يكون مبني للمجهول وبالتالي ما بعده نائب فاعل وليس فاعلا، يجب أن أتأكد من أن الفعل مبني للمجهول أو للمعلوم، فما بعده إما أن يكون فاعلا إن كان مبنيا للمعلوم أو نائب فاعل إن كان مبنيا للمجهول. نتابع بعد قليل إن شاء الله، سنتابع بناء الفعل المضارع للمجهول أيضا. تابعوا أحبتي. عدنا أحبابي، كيف يبنى الفعل المضارع للمجهول؟ الفعل المضارع الصحيح أولا يضرب، يضرب، يأكل، يؤكل. ماذا فعلنا؟ ضممنا الأول وفتحنا ما قبل الآخر. فالفعل المضارع الصحيح يبنى للمجهول بضم أوله وفتح ما قبل آخره. أما الفعل المضارع معتل ما قبل الآخر بالواو أو الياء مثل يقول، ما قبل الآخر واو صحيح فتصبح يقال. يبيع، ما قبل الآخر ياء فتصبح يباع. إذا معتل ما قبل الآخر بالواو أو الياء تقلب واوه أو ياؤه ماذا تقلب؟ تقلب ألفا، تقلب ألفا، يضم أوله وتقلب، يقلب حرف العلة سواء كان واو أو ياء ألفا، يضم أوله وتقلب الواو أو الياء ألفا. معتل الآخر بالواو أو الياء مثل يدعو تصبح يدعى، يقضي، يقضى. إذا معتل الآخر بالواو أو الياء يضم أوله ويقلب حرف العلة ألفا. ماذا يقلب حرف العلة؟ ألفا. نعم، ابني الجمل التالية للمجهول وحدد نائب الفاعل. يقول الرجل الحق، كيف تبنى؟ يقال الحق، يقال الحق، طبعا نائب الفاعل هو الحق. يبيع الرجل الفاكهة، ماذا تصبح؟ تباع الفاكهة، تباع الفاكهة. وننتبه أن الفعل يناسب نائب الفاعل في التذكير والتأنيث،
تباع الفاكهة. يكتب خالد الدرس. تصبح يكتب الدرس. أعرب الجملة التالية. يلام المقصرون. يلام فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع وعلامة رفعه الضمة. المقصرون نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. طيب الآن من هو نائب الفاعل؟ ماذا أستطيع أن أعرف نائب الفاعل؟ هو اسم مرفوع حل محل الفاعل بعد الفعل المبني للمجهول ويأخذ حكم الفاعل فيرفع مثله وعلامة رفعه. أما علامة رفع الفاعل فهي أولا الضمة إذا كان مفردا أو جمع تكسير أو جمع مؤنث كما في الأمثلة. فهم الكلام. الكلام نائب فاعل مرفوع علامة رفع الضمة لأنه مفرد. كوفئ العمال علامة رفعه الضمة لأنه جمع تكسير جمع مؤنث سالم. تحترم المعلمات. المعلمات نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة أيضا. إذن يرفع بالضمة إن كان مفردا جمع تكسير أو جمع مؤنث. يرفع وعلامة رفعه الألف إذا كان مثنى. كرم الطالبان. فالطالبان نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى. الواو إذا كان جمع مذكر سالم. ينتظر الغائبون. فالغائبون نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. أيضا علامة رفعه الواو إن كان من الأسماء الخمسة. أيضا أستقبل أخوك. فأخوك نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة والكاف في محل جر مضاف إليه. ما هي أشكال نائب الفاعل؟ قد يكون نائب الفاعل اسما ظاهرا سواء مفرد أو مثنى أو جمع لكنه ظاهر ليس مستتر. فأقول قيل الحق وكرم المتفوقان وعرف المجتهدون. نائب الفاعل موجود أمامي فهو اسم ظاهر. قد يكون ضميرا بارزا. حملت على الأعناق. الفعل حمل نائب مبني للمجهول. أين نائب الفاعل؟ التاء. حملت تاء الفاعل المتحركة هي نائب فاعل حملت وهي هنا ضمير بارز ضميرا مستترا. الوطن يفدى بالروح. يفدى من الذي يفدى؟ هو ضمير مستتر فنائب الفاعل ضمير مستتر. لابد أن يوافق الفعل نائب الفاعل في التذكير والتأنيث. فأقول شوهدت المباراة وكتب الدرس. أتمنى لكم الفائدة جميعا. انتهى درس اليوم. الفعل المبني للمعلوم والفعل المبني للمجهول ونائب الفاعل. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم معي. أنا مس مجدة محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.